نعم يا حبيبتي. بابا انا عايزة شنطة. حاضر يا حبيبتي، بعدين بعدين. بابا انا عايزة شنطة زي بتاعت ميس نادية. وش معنى يعني ميس نادية؟ ما عندك ميس هناء وعندك ميس سعاد؟ لا يا بابا، انا عايزة شنطة زي بتاعت ميس نادية عشان حاسة كده ان انا عايزة ابقى زيها. عايزة تبقي زي ميس نادية يعني. برافو عليكي. عارفة احسن شغلانة بالنسبة للبنات ان انت تبقي مدرسة. لا يا بابا، دي مش مدرسة، دي مدربة الرقص. رقص؟ انت عايزة تبقي رقصة يا بنت؟ لا يا بابا، الرقص اللي هو فن التعبيري وفن الباليه. ميس نادية دي بتلبس شيك قوي. مش ممكن يا عادل، ده شيء لا يصدقه الوصف والخيال. بص الفنانة العظيمة دي تتقن كيفية اختيار أزياءها الجميلة الفظيعة وبتبقى قمر كده. أنا بصراحة بقى عايزة أبقى زيها يا عادل واشتري زي الفستان ده. والفنانة دي تعرف ميس نادية؟ ولا استهبلت تقعد تطيل الجورنال. بص بقى دول، انا زهقان اخر زهقانه بقى يا عم. ما تيجي نلعب اي لعبه يا دول، احنا مش اصحاب يا دول. يا تلعب ايه يا دول، انت عيل صغير يلا. ايوه دول بقى، من اللعب اللي هي بتتلعب على القهاوي دي بقى. يا ابني اللعب اللي على القهاوي نوعين، نوع بيعتمد على الحظ ونوع على الذكاء. لا يا دول، انت عارفني ماليش في الحظ. يا سلام، هوش هوش. يعني انت طبعا بقى ليك في الذكاء. طيب اي كلام جاي فيه وخلاص يا ابني. ماشي انا افرجك حته. طب يا باشا، عايزين واحد شطرنج لو سمحت. حاضر يا زعل. حته خليهم اتنين والنبي. هو واحد شطرنج نلعب بيه انا وانت يا ابني؟ بتوفر يعني. بوفر. ايه ده، معقول الاستاذ سلطان صليت السلاطين؟ ايه يا دول، كم السلاطينيات اللي انت بتقولها دي؟ انت جعان يا عم ولا ايه؟